من قال أعاهد الله أن أترك هذه المعصية ولكنه عاد إليها، فهل يكون هذا حلفا له كفارة يمين؟ نعم، عهد الله هذا يمين، فإذا عاهد الله أنه ما يفعل كذا ثم فعله يكون عليه كفارة يمين. قال جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإذا عاهد الله على يمين يجب عليه الوفاء به، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يجب الوفاء بالعهد مع الناس، فكيف بالعهد مع الله سبحانه وتعالى؟ نعم.